إذا نرجع إخواني الكرام إلى هذا الكتاب، لاحظ إذا بدأ يتكلم هنا عن قضية أنه هل كلام الله غير مخلوق، بيروح بيجيب لك أنه إيش؟ أنه كلام الله غير مخلوق، لاحظ بيروح بيجيب لك أئمة السلف في ذلك، لكن ما في حدا منهم من الصحابة، لاحظ. الوقف في القرآن أيضا بيروح بيجيب لك عن الإمام أحمد عفوا، فبيروح بيجيب لك أقوال أنه عن أحمد و اسحاق براوي انه يشددون على من توقف في القران، انه لازم تقول انه القران غير مخلوق، والا تكون جهمي او كافر. طيب ما الصحابي لم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق؟ لاحظتم؟ يعني شايفين على هذا كلام الله تعالى بحرف وصوت. طيب راح يجيب لك ايش؟ انه تفصيلات في هذا الامر. طيب وين مين قال من الصحابة والتابعين بذلك؟ ابن تيمية يقول هذا الكلام فيه بدعة نفيا وإثباتا. أريكم الوثيقة، لاحظوا هذا في التسعينية، قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله إنه معنى قائم بذاته بدعة، لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا، وأنا ليس في كلامي شيء من البدع. لاحظت انه كيف عمال بيخوضوا هني اصلا لما عرفوا علم الكلام عرفوه ايش قالوا فيه؟ انه هو ان يعني تخوض فيما لم يخوض فيه الصحابه، لا تسكت عما سكت عليه الصحابه. مو هلا قبل لاحظ ثم ساق شيخ الاسلام عدد من الروايات عن ائمه السلف في ذمهم لاهل الكلام واهل البدع الذين يخوضون في اسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون. هذه شو اسمها هذه؟ بيخوض فيها مين؟ بيجيبها كمان مين؟ دمشقية، بيقول لك الذين يتكلمون أهل البدع، مالك قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ولا وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة. هنيك الصحابة والتابعون، هون الصحابة لاحظ، هون الصحابة لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، لكن هون لاحظ ما سكت عنه الصحابة. ليش في شيء أنت يا دمشقي سكت عنه الصحابة وأنت سكت عنه؟ يعني انا ما بدي اجيب لكم فيديوهات، وهلا لاحظ هذا من الفيديوهات له، هذا يخوض في ادق مسائل علم الكلام، هذا صفه الكلام في علم الكلام. لاحظ تقية حتى لا تنهال الاستنكار ان يقول هذا احد كلام الباقلاني، اني اتكلم بكلام الله الباقلاني، ويقرا في ويخوض ويتكلم. لا يجوز ولا اترفض بكلام الله، لا يجوز ولا اترفض بكلام الله، بكلام الاشاعره، بس ما صرح بذلك خوفا من الشناعة عليهم. حلو يا شيخ، ثم قال يا شيخ عبد الرحمن القلابي حلو كان. لاحظ لاحظ منهم من يقول فيستدلون بالأخرس، منهم من يقول فيستدلون بالأخرس، ثم ينتبهون إلى عواقب ومزلات وأصوات مسموعة، واستدل بالآيات. المترو دولار هيك عم يدعموك، ما عم يدعموك بالله. شوف على الكاميرا الديجيتال، أما مثلنا نحن شوف مساكين، لاحظ وراء المكتبة وكذا وإلى آخره، شايفين يعني هون صوتا فعقيدتنا أن الله يتكلم بصوت قبل وليس يتكلم فقط، لأنه هذا بدعة. لاحظتم في نفسه ولا هذه لا بطنشها نثبتها ولا نردها. وما تنسوا قول عبد الله بن احمد حدثني ابي لاحظ وان اصوات الحق ابي يخوض في كل شيء، لان كتاب الله عم يحل مسائل رياضيه قيوس. لا شفاه الله من المهم، عم بتكلم عن صفه الكلام انه نفسي ولا حرف صوت ولا كل هذه التفاصيل ما خاض فيها السلف، حتى كلمه غير مخلوق اللي هي اشتهرت فيما بعد في عهد التابعين ومن بعدهم، هذه الصحابه ما قالوها. وهذا واقع، هو نفسه هذا له ايش اسمه، ايش اسمه، بيقول لك انه الشافعي افتى بان يضرب علماء الكلام بالجريد والنعال. طيب انت ايش عم تعمل لك هلا هيك؟ هذا يعني شوف 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 غايص من راسه من اخمص قدمه، من راسه لاخمص قدمه في علم الكلام، بيقول لك علم الكلام يا اخي مذموم، بيروح بيجيب لك هذا مثل ما تكلم يعني كتب استاذ الدكتور الوطي في كتابه، هي كتاب منهم
ايوه السلفيه هي مرحله زمنيه معاصره، مرحله زمنيه لا مذهب اسلامي. كتب انه الغريب ابن تيميه غاص في علم الكلام، ويعني حتى شبع، اكل منه مثل قدامه مائده اكل منها حتى شبع، وبيقول للناس لا حدا ياكل. طب ما انت يعني انه هو تناول علم الكلام من كل مسائل من أبواب ابوابه، وحضر على العالمين انه يشتغلوا بعلم الكلام. هذا كان بيساوي وما يحس حاله اصلا. الرد هو بيقول لك انا برد على المبتدع. طيب ما هو الرد على المبتدع هذا من شغل علم الكلام. لا حول ولا قوه، ايش بدك تحكي لا تحكي. فلاحظتم، بنرجع مره ثانيه لقضيه الجديع وكتابه هذا اللي ما راح يخلص معنا. لاحظتم هنا، فاذا هذا الكتاب الثاني. لكن خلينا هنا بهذا، وين الموسوعه؟ لحظه، طيب خلينا نسرع شوي بقى فيها هي. لاحظتم، فهون هون بيروح بيجيب لك انه الكلام بحرف الصوت. قلنا انه هذا ابن تيميه يعتبر الكلام فيه بدعه. اقوال، لاحظ، كلام الله منزل، منه بدا واليه يعود. اقوال السلف في هذه العقيده مين قال بها؟ عمر بن دينار، سفيان الثوري، ابن عيينه، امام احمد. وين الصحابه في الموضوع؟ ما في صحابه. انت عم تجيب اقوال عن بعض السلف بقى، مش اجماع السلف كما يقول هذا في هذا هون لما قال انه اجماع السلف واتفق السلف والصحابه وكذا. لاحظ هون انه اتفق السلف على هذه التفصيلات اللي هون، اتفق السلف الصالح اللي انه مذهب سلف الامه من الصحابه والتابعين، انه الله اذا شاء تكلم، وانه ينادي بحرف وصوت، وانه منه بدا واليه يعود، وانه غير مخلوق. لاحظ انه غير، ليس ذلك مخلوقا. بيقول لك الصحابه قالوا لك، وين الصحابه يا اخي؟ انت عم تعترف انه ما في صحابه قالوا بذلك. لاحظ هون لما هذا يعني هذا كتاب تفصيلي، هذا كتاب الجديع، كتاب تفصيلي، ما تقول انه والله يجوز انه والله ما ذكروا في هذا الموضوع يذكروا في هذا الموضوع. لا، هذا كتاب تفصيلي، هذا لاحظ 500 صحيفي هذا، ويختروا بيفتخروا فيه هذا الوهابي. وينه؟ طيب تعال، هذا تعال الى مساله اخرى. طيب ايش بيقول لك هون؟ مساله اللفظه وموقف اهل السنه، اللفظيه النافيه جهميه، انه من قال لفظي بالقران مخلوق، بيقول لك جهميه. طيب مين هذه قال بها من الصحابه؟ ايش قال؟ بيقول لك النصوص عن اقوال علماء السنه في هذه الطائفه الذي يقولون ان اللفظ بالقران مخلوق. بيقول لك بيروح بيجيب لك عن احمد وعن اسحاق بن راهويه وهذا، وعن هذا ابي زرعه وابي حاتم الرازي. لاحظتم؟ مع انه اصلا هذه مختلفه فيها بين السلف انفسهم، البخاري ومسلم وكذا. لذلك هو بعدين بيعقد فصل بعدين، بيقول لك انه ايش؟ بيان غلط اللفظيه النافيه على الامامين احمد والبخاري، انه لا، البخاري ما قال بذلك وكذا والى اخره. مع انه احمد، مع ابن تيميه وابن القيم يعترفون لا بانه البخاري ومسلم ايضا خاضوا في هذه المساله، وقالوا بان القران او لفظ القران مخلوق، ونبذهم بعض السلف وكذا. اريكم النص، لاحظوا هذا كتاب الدرء، تعرض العقل والنقل. لاحظ بيقول لك هذه قضية انه افعال العباد واصواتهم مخلوقة وكذا، بيقول لك كما فعل البخاري والمروزي. لاحظ بيقول لك وحصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة، وحصل بين البخاري ومسلم، حصل بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ما هو معروف، انه الذهلي قاطع البخاري، قال من ذهب الى مجلس محمد بن اسماعيل فليقم مجلسه، وصار قوما مع البخاري ومسلم بن الحجاج وافقوا، وقوم عليه كابي زرعه وابي حاتم الرازيين، والسجزي ايضا قال. وهذا ايضا هنا يوضحه هذا، لاحظ ابن القيم في الصواعق او مختصر الصواعق، لاحظ انه لاحظ محمد بن يحيى هو نفسه هذا الزهلي. لاحظ هنا بيقول لك محمد بن يحيى يعني الزهلي هنا، لاحظ بيقول لك بيذكر العقيده انه الايمان قول وعمل وكذا، انه لاحظ ومن زعم ان لفظ القران مخلوق فهو مبتدع لا يجلس ولا يكلم، ومن وقف وقال لا اقول مخلوق ولا غيره فقد ضاه الكفر. لاحظ ومن ذهب الى مجلسنا، ومن ذهب بعد مجلسنا هذا الى مجلس محمد بن اسماعيل البخاري فاتهموه فانه لا يحضر مجلسه الا من كان على مذهبه. لاحظ يتكلم عن 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 فتنه كبيره بيقول لك حدثت فرقه وكذا، ومع ذلك لا، بيقول لك لا، هذا بيقول لك هون شوف بيخوض فيها، بيقول لك يعني حتى مسائل خلافية بين هي ما تكلم فيها الصحابة قطعا، يعني حتى المسائل التي اتفق عليها جمهور أهل السنة اللي هي القرآن غير مخلوق ما قال، ما تكلم بها الصحابة، ما بالك بقى لفظ القرآن مخلوق اللي هو أصلا مختلف فيه بين السلف أنفسهم. لاحظ بيروح بيجيب لك بقى إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية. طبعا اللفظية النافية أنه
في هون بقى لفظية نافية ولفظية مثبتة. اللفظية النافية انه الذين يقولون بأن القرآن، انه لفظي بالقرآن مخلوق، في وحدة تقول لفظي بالقرآن مخلوق، في طائفة تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. كما توقعت هنا، اللفظية المثبتة هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، أما اللفظية النافية، لاحظ، الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أيضا وقع فيها الخلاف بين السلف باعتراف ابن تيمية. أريكم النص، لاحظوا هذا تعارض العقل والنقل. لاحظ، بيقول لك انه ابو الحسن الاشعري، انه صار ابو الحسن الاشعري موافقا للامام احمد في ايش؟ في المنع من اطلاق هذا، فيمنعون ان يقال اللفظ بالقران مخلوق او غير مخلوق، لا يقال لا هذا ولا ذاك. لاحظ بعدين ايش بيقول لك؟ ووافق هؤلاء على التعليل الى اخره، ووقع بين ابي نعيم الاصبهاني وابن منده ما هو معروف. طيب اتركك، هلا بيجوز ابو نعيم بيقول لك ابو نعيم هذا يعني معروف بانه اشعري او متاثر بالاشعري، لكن تعال الى هنا، ووقع بين ابي ذر الهروي وابي نصر السجزي ايضا خلاف بذلك. طيب تركنا من هذا، لانه ابو ذر الاشعري، يا ابو ذر الهروي اشعري، ابو نصر السجزي لا. لاحظ، لكن لاحظ هنا بعدين ايش بيقول لك وهو صنف السجزي هذا كتابه الابانه وكتب فيه أمور عظيمة، لكنه نصر قول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني هؤلاء اللفظية المثبتة اللي هو قال عنهم هون. لاحظ اللي هنا تكلم عنهم وقال أنه هؤلاء لاحظ اللفظية المثبتة الذين يقولون لفظي ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، غير مخلوقة يعني صارت أنت مع المعتزلي أنه تخلق أفعال نفسك. لذلك الإمام أحمد اسمه شن على هذا القول، لكن من وقع فيه لاحظ هذا أبو نصر السجزي، أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنكر على ابن قتيبة إلى آخر ما هنالك. لاحظ هنا إلى أن يقول، لاحظ، ورجح السجزي، يعني لاحظ أنه هذا السجزي نصر قول من يقول لفظ القرآن مخلوق وأنكر على ابن قتيبة، ورجح يعني السجزي طريقة من هجر البخاري، اللي هجر البخاري لأنه قال لفظ القرآن مخلوق. مين هجر البخاري؟ كما رأينا أبو زرعة وحاتم الرازي والزهلي وكذا، أنه السجزي قال أنا معهم هؤلاء، أنه لاحظ. وزعم أن أحمد إلى آخر الكلام هنا، ليس الكلام هنا، إلى أن يقول ابن تيمية وليس الأمر كما ذكر، فإن الإنكار على الطائفتين مستفيض عن أحمد، يعني أحمد أنكر على من قال بأن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق وأنكر على من قال بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق. كل هذا خلاف بين السلف كما ترى، يعني بين البخاري والسجزي لاحظتم. ومع ذلك هذا هون سيكابر ويقول لك كثير وقليل، لاحظ. وهذا فإذا هنا لاحظ بيقول لك في عندنا لفظية إذا نافية، بيقول لك هذول كلابية، أن الذين قالوا لفظي بالقرآن أنه مخلوق، هذا لك كلابية، ما هو البخاري أيضا. واللفظية المثبتة اللي مثل السجزي أنه لفظي بالقرآن غير مخلوق، لاحظتم. ويروح بيجيب لك بقى إيش بقى، راح يجيب لك أنه النصوص عن أحمد في تبديع اللفظية النافية، أنه الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لاحظ أنه أحمد بدعه، وإسحاق بن راهويه وأبو زرعة وحرب الكرماني. لاحظ بعدين بينتقل لمسألة تاني، بيقول لك إيش اتفاق أهل السنة على كون القرآن العربي بحروفه ومعاني كلام الله، وين النقل على الصحابة؟ بعدين إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية. اللفظية النافية اللي هني بيقولوا إيش؟ اللي بيقولوا إنه النافية اللي بيقولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، اللي هني سماهم إيش؟ اللي سماهم هون هذولي جعلهم كلابية. هون جعلهم إنه هذولي قول الكلابية، لاحظ الكلابية اللفظية النافية. هوني شوف 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 اللفظية النافية، يعني الذي يقول ألفاظ القرآن غير مخلوقة مثل السجز، يعني كما رأينا ابن تيمية حكى عنه. لاحظتم يعني كل هذه تفاصيل، ما يعني ما تهتموا بالمسائل بقدر ما تهتموا أنه هذه المسائل وتفاصيلها ما تكلم بها الصحابة،
وين هذه قضية بقى انه علم الكلام بدعة، وانه علم الكلام هو كل التكلم بما سكت عنه الصحابة؟ طيب ما انت كل هذه مش ما عم بتجيب لي انت اقوال عن ابي بكر وعمر، انت عم بتجيب عن احمد، غاية ما هنالك عن احمد. طيب احنا ما اختلفنا انه من اذا جاء المبتدعة نرد عليهم، لكن انت تنكر هذا عن على متكلمين الاشاعرة وكذا. بيقول لك انا انكر لانه هو هؤلاء يستخدمون العقل وكذا. ما انت تستخدم العقل، بيقول لك لانه تستخدمون الحكمة اليونانية واليونان. لك ما انت حتى هي اصلا الحكمه اليونانيه هذه هي من اوقعت ابن تيميه في قضيه القدم العالم النوعي وكذا. الان دعني رجعني للاصل، الاصل بدي انا انه علم الكلام انه تتكلم بما سكت الذين يتكلمون فيما سكت عنه الصحابه والتابعين، مو هيك؟ قبل قليل عن دمشقي وعن ابن تيميه آلة الكلام، وينه؟ سكت الصحابه عن اصل المساله كلها، لا تكاد تجد عن الصحابه انه قالوا القران كلام الله. لا تكاد تجد. هو القرآن كلام الله نعم، لكن حتى الآثار في ذلك ما استطاع أن يأتي على ذلك بآثار إيش؟ بآثار يعني ها، غاية ما إجا في سند منقطع. لاحظ هنا أنه هنا لما قال إيش؟ قال سيدنا عمر إن هذا القرآن كلام الله فضعوه موضعه. لاحظ أنه انظر إخراجه تخريجه في 117 إسناده ضعيف. لاحظ هنا، وهنا ايضا ان عمر بن الخطاب قال القران كلام الله 118 في اسناده ليس هذا من ابي سليم ضعيف. عثمان قال ما احب ان يمضي علي ليله الا انظر في لا انظر فيها في كلام الله. بيقول لك 122 انظر اسناده منقطع. انت حتى عن كتاب الله عن الصحابه ان القران كلام الله ما عم تستطيع تجد. يعني ممكن تجد نعم انه كما قال انه عكرمه بن ابي جهل قال انه القران كلام الله، المصحف يضعه على جبينه ويقول القران كلام ربي كلام ربي هذا كلام ربي. اللي الفوزان ايش قال؟ انه لا، هذا لما سئل عن تقبيل الصحابه وضعه تقبيل المصحف ووضعه على الراس قال لا، هذا ما عليه دليل وهذا بدعه، وانه الصحابه فعلوه اجتهادا وانه يفعلوا هذا العوام والجهال. فاذا وين هذا؟ وين بقى نحن؟ وين انت؟ وين احبابك؟ وين نرجع لهذا المساله هنا؟ طيب